تمتاز محافظة القبيلة سقطرى بالتنوع الحيوي الفريد الذي تمتاز به، وصنفت في عام 2008 من اليونسكو كموقع تراث عالمي، جعلها مجذب للسياح الأجانب في محافظة القبيلة سقطرى. الجزيرة يعني نفتخر فيها في جمال اللي فيها، يعني مثل الأشجار والأسماك والطيور، وكذلك يعني وناسها يعني طيبين وحلوين في نفس الوقت. يعني نحن لازم نحافظ على هذا البيئة، يعني النظافة، مثل النظافة، ويكون عندنا يعني نوع من الأخلاق يعني اللي عندنا في كان في أهلنا السابقين، يعني يكون يعني لازم يكون عندنا طابق على نفس الشيء الذي كانهم يعني يمشي عليه أول. النظافة نهج حضاري، إذا أردت أن تعرف مدى ثقافة أي قوم كان يقول لك انظر إلى شبابه. للأسف في الفترات الأخيرة حصل بعض الإشكاليات، والإشكاليات التي تعاني منها اليمن بشكل عام من مشكلة الحروب، وهذا تدن عندنا العمل النظافة بشكل عام. القرطاسات البلاستيكية سبب رئيسي في انتشارها في محافظة القبيلة سقطرى، لأن لو نعد أن لكل مواطن سقطري ينزل إلى السوق 10,000 مواطن أو 2000 مواطن، كل واحد يحمل 10 كياس، يعني يصبح في اليوم عندنا كم؟ لو 100 مواطن بس يحمل من كيس يصبح عندنا 1000 كيس. 1000 كيس هذه كلها متطايرة في الشوارع. إذا نحن لم نحافظ على البيئة يعني أكيد أن هذا الشيء يضرنا، يعني بلا شك يعني يضر المجتمع ويضر الجزيرة بشكل عام. يعني إذا هنا ما فيش حفاظ للأشجار، ما فيش حفاظ لل يعني الأماكن الحلوة الجميلة، أكيد أن يعني يضر يعني صراحة، ويجي السائح يحصل شيء يعني. أبو عيسى وعدنان أعتقد أن لو نقول أنهم طوق للنجاح لأبناء سقطرى في حمايتهم من الأمراض فقليل في حقهم صدق صدقاً. عدنان أبو عيسى يعني يبذل جهود يومياً، تصور أنت شخص يعني كل يوم يخرج من منزله صباحاً من أجل أن يرفع هذه القمامات دون أي مقابل، دون أي مقابل، يعني طوعياً منه. وهذا وعي منه أن في حالة تكدس هذه القمامة هذه النفايات تسبب أمراض. والله أنا فخورا صراحة بأخي أحمد بالعمل الذي يقوم به في هذه الجزيرة، مثل عمل النظافة، كذلك يعني يصرف على البيت، على الوالد والدة هنا، وأنا فخورا صراحة بهذا العمل. أكيد أن أبو عيسى ليس العادي يجتهد،
والاجتهاد حقه حتى يعني ما عنده ملل، يعني ما يمل من العمل هذا، يحاول يجتهد يجتهد حتى يجيب حاجة اللي هو يرهب عليها أبو عيسى ووصلها للبيت. ومن ثم أبو عيسى بعد ما يكمل هذا العمل الذي عملها بعدين أبو عيسى بعدين أحمد، يعني لازم يجتهد أبو عيسى يعني حتى يجيب حاجة للبيت أو لنفسه. أبو عيسى انت عامل اليوم؟ صفي سكن. حضاك حضاك شغل حر؟ طهر انت عم تصفي؟ صفي سكن. يلا الله يعينك جمع. الصعوبات التي يواجهها أبو عيسى وعدنان أولاً هم من أسرة فقيرة، ظروفهم المادية ظروف يعني على مستوى الحال هم غير موظفين، إنما يعملوا عمل طوعية. ثانياً أن تلاحظهم عندما يمشوا من منطقة إلى منطقة مشي، وخلال هذا الطريق إذا وجدوا قرطاس أو وجدوا قارورة أو وجدوا شيء يرفعوا بيداتهم. أنت تعرف أن العمل بالنفايات هذا أحيانا تسبب أمراض مختلفة، لو أصابوا أي مرض من هذه الأمراض يصبحوا ضعية في المجتمع، ما حد ينظر إليهم يعني في معالي في تأمين حياتهم. ثاني أنهم متزوجين يعيلوا أسر في الأول والآخر، تصور واحد أنه يعيل أسرة يخرج من الصباح بدل لا يروح يشكي على أسرته يروح ينظف بالمجال. أنا بالنسبة لي أعتبرهم كملوك، لأنه يقول لك من يخدم القوم فهو ملك في الأول والأخير، فهم يعني جعلوا أنفسهم وقود نار من أجل حماية ونظافة محافظة أرخبيل السقطرى. أنا صحة للشباب أن يحدوا حدو أبو عيسى في الكفاح أولاً، عدم الاستسلام، عدم الاستسلام للفقر أو عدم استسلام حتى في المستوى الدراسي، الإنسان لابد أن يكون مكافح، يفترض أن يكون عول لهم ودعم لهم وتشجيع لهم.
العمل الاجتماعي مهم جدا، ابتداء من توعية بالنظافة إلى العمل بها وإلى إرشاد المجتمع بشكل عام في طريقة النظافة. فالشاب متى ما كان واعي ومثقف فحل مشكلة النظافة هذا نجد ألف بوعيسى وألف عدنان، ليس عدنان بوعيسى اثنين، إنما نجد كل الشباب. مسؤولية نظافة الخمس صغطرة ليس على عاتق بوعيسى وعدنان، إنما على عاتقنا جميعا بشكل عام كمجتمع، من المدرسة إلى البيت إلى السلطة إلى أبسط مواطن. Thank you.